يحرص المجتمع البحريني خلال الشهر الفضيل على فتح المجالس الرمضانية لاستقبال الزوار والأقارب طيلة أيام الشهر. نعم ريم، هذه المجالس الرمضانية في مملكة البحرين هي من العادات الأصيلة والمتوارثة في المجتمع، وخصوصا خلال شهر رمضان المبارك. من منطلق العادات والتقاليد الرمضانية الأصيلة والقيم الإنسانية الموروثة من الآباء والأجداد، يحرص أبناء مملكة البحرين بمختلف فئاته العمرية في شهر رمضان المبارك على ارتياد المجالس لما لها من دور واضح ومهم في فتح آفاق التعليم والتواصل وتبادل المعرفة، كما أنها تلعب دورا دينيا مهما خلال شهر رمضان المبارك. طبعا احنا اعتدنا في كل عام وبالأخص في رمضان افتتاح مجلسنا لاستقطاب الأهالي والجيران في هذا الشهر الفضيل، اللي نتمنى إن شاء الله تعالى أن يتقبل منا ومن الجميع صالح الأعمال. طبعا المجالس لها أهمية كبيرة في مجتمع مملكة البحرين، ونحث أيضا تواجد الأبناء في هذه المجالس من أجل تعلم الثقافات من الكبار وتعلم الآداب من الكبار. آداب المجالس هي جدا مهمة لتطوير ثقافة أبنائنا في المستقبل. هذه أرض احنا مياودين عليه من سنين، ربينا عليه من سلم أجدادنا وبهاتنا وأجداد أجدادنا، ربينا على هالسلم، ويعني ما ودنا هالعادات تنقطع. ميالس خير، فيها ذكر خير، فيها ذكر سنة، فيها ذكر الله، أبد يعني متيمين على الخير، وهي الله رمضان ولا غيره، ترى احنا قاعدين، ولكن يعني في رمضان تخابر تزيد الأيام معها أكثر. إن التوافد على المجالس يزداد في شهر رمضان لطبيعة هذا الشهر وخصائصه الدينية والاجتماعية القائمة على زيادة التقارب والتآلف بين الناس، وللدور الذي تشكله عبر التاريخ في التقاء الأفراد لقراءة القرآن والسمر وتناول وجبة السحور الرمضانية المعروفة بالغبقة، حيث نجد الكثير من البيوت البحرينية تفتح أبواب مجالسها الرمضانية لتستقبل الأهالي والضيوف. يا حبذا، لأن كل واحد يجيب عياله معه على أساس أنه يكون في تعارف، وخاصة إذا صارت بين العائلة، بين أبناء العمومة وبين الأهل. طبعا هذه من الحاجات اللي يعني حث عليها الإسلام. طبعا الميالس في رمضان في الشهر المبارك دائما يكون الميلس مفتوح حق الجميع، طبعا حق عيال عام، حق الربع، حق الإخوان. طبعا تقريبا سنويا يكون ذي البرنامج ماشي، وطبعا هذه الأيام المباركة دائما نحافظ على أن احنا نكون متجمعين على الخير. هذه الميزة الاجتماعية الطيبة ما زال المجتمع البحريني محافظا عليها وعلى ترسيخها في نفوس الأجيال، وما زالت الأسر والعوائل البحرينية الكريمة تحرص على بقائها، كما وتواصل المجالس الرمضانية دورها بالرغم من انتشار وسائل التواصل الاجتماعي. إن المجالس الرمضانية باتت جزءا من الثقافة البحرينية، فيحرص أبناء مملكة البحرين على هذه التجمعات السنوية تأكيدا على قيم الترابط والتراحم في شهر الرحمة. خالد العون لمركز الأخبار، تلفزيون البحرين.